مصطلح بلاغة فقط يقتضي وجود قضية نقدية مركزية تتفرع عنها قضايا أخرى. طبعا الترجمة نشاط تواصلي يقتضي من كل مترجم إنجاز مهمتين. المهمة الأولى هي تلقي النص ثم تبليغه. تسعى هذه الدراسة إلى إطارة مختلف مشاكل ترجمة أوجه الانزياح الشعري والمشاكل والبحث عن حل لها. تنحصر إشكالية هذا الموضوع أو هذا موضوع هذا البحث في التساؤل الآتي: ما عسى أن يكون مصير أشكال الانزياح الشعري الواردة منسجمة في نص أصلي إذا تم نقلها أي أشكال الانزياح الشعري إلى نص آخر أي إلى لغة آخر أي إلى نسق بلاغي آخر؟ فأطلت مجموعة أو حزمة من التساؤلات مع أن تكون الصعوبات التي تعتري مترجم الشعر. هل تمكن ترجمة الشعر أم تستحيل؟ هل تحافظ الترجمة على مستلزمات النص الأصلي؟ مفهوم الترجمة. عرف مونتسكيو الترجمة بقوله: تشبه الترجمات قطع النقود النحاسية التي لها قيمة نفسها تماما كقطعة ذهب ولها استعمال كبير بالنسبة إلى الشعر، ولكن القطع النحاسية أضعف دائما ومن عيار متدني. يبدو واضحا أمر رفض الترجمة، ترجمة النصوص الأدبية وخاصة الشعر، وفي تراثنا البلاغي قد رفض الجاحظ ترجمة الشعر كما رفضها في تيار لسانيات جورج مونان ثم ياكوبسون. مشاكل الترجمة الأدبية. طبعا هناك عدة مشاكل، منها مشاكل تتعلق بالإيقاع، مشاكل تتعلق بمستوى الموسيقى، مشاكل تتعلق بالأساليب إلى غير ذلك. فطبعا النص الشعري يمتلك عادة وسائل لتحبيبه إلى الناشئة أو إلى الطلاب، فإما أن يركز الأستاذ على جانب الصور الشعرية أو يقرأ شعره بقراءة ترنمية إنشادية فيخدم هنا مستوى الإيقاع ومستوى الموسيقى في آن واحد، أو يحبب الشعر إلى الناشئة أو إلى الطلبة بفضل ما فيه من أساليب يلزم الأستاذ أن يكشف عنها، سواء كانت أساليب بإطلاق حقيقي أم باستلزام تخاطب. طبعا كما قلت هناك مشاكل أسلوبية، وهناك مشاكل ترتبط بقيود الوزن والقافية والرهب. من التحليل إلى الترجمة، لماذا هذا العنوان؟ لا بد أن نبدأ بالتحليل قبل أي ترجمة، فأي ابتعاد عن تحليل النص يجعل الترجمة مهتزة ومهترئة وتدعو نحو الخطأ. القصيدة التي سأناقش هي لامور دي لو، قصيدة لو بوام، قصيدة موت الذكر، وهي أحد أعمدة الرومانسية وهو أفير دو فيني. الذي قام بالترجمة هو الباحث والمترجم عبد الرزاق الأصفر. كتحليل نجعله أرضية للترجمة. هذا القصيد هو عبارة عن خرافة حكمية، أقوله تبعته على الشجر، قدم خلالها شاعر رومانسي ألفريد دو فيني إخراجا لصيد بمزاج ملحمي. مزاج هو اون إيبوبي أو ملحم. هناك مطاردة، مجموعة من الصيادين تطارد ذئبا شرسا يهاجم القرية، قتال غير متكافئ، الصيادون يحملون بنادقة ومجموعة سكاكين، الذئب لا يحمل معه فقط إلا أنيابه ليس إلا،
هناك بطولة وألفريد دوفيني أثبت البطولة للديب، وهناك تضحية، الديب سيعرض نفسه لضربات البنادق، بنادق الصيادين، لكي تنجو الذئبة وصغيرها. هذا القصيد أيضا يتضمن مجموعة من الانزياحات، هناك انزياحات صوتية، هناك انزياحات تركيبية دلالية، وهناك انزياحات منطقية. الانزياحات الصوتية كما نرى عندما نمر إلى 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 مقاطع القصيد تتمثل في مجموعة من القوافي. هذه القوافي كما قال جون كوهن في بنية اللغة الشعرية تكفل تجانسات صوتية، أي انزياحات صوتية. سنلفي أيضا في القصيد عندما نمر إليه مجموعة من الانزياحات الدلالية، وبالأخص الرمز الذي يتمثل في كون الذئب هو رمز البطولة، أية بطولة؟ البطولة الفردية، البطولة الرومانسية. نجد أيضا الاستعارات في استعارة الحديد لفكي الذئب. نجد الاستعارة أيضا في استعارة سمو ورفعة الشأن من لدن الشاعر للذئب وتهميش شأن الإنسان كما سنرى داخل هذا القصيد. طبعا هذا القصيد أيضا تضمن أسس ومبادئ الرومانسية، كالتغني بالألم، كالكآبة، كالحلول في رحاب الطبيعة، إلى غير ذلك من المبادئ، مما يقتضي أن يلم المترجم بقضايا النص الشعري وشاكلة تركيبته، نمط البنية اللغوية، أشكال الانزياح الواردة فيها، لأنه لا يمكن أن يكون هناك شعر بدون طنص أو بدون انزياحات، والذي يعنينا هنا هو جانب الانزياحات. طبعا ألفريد دوفيني أوضح أن الذئب أشجع من الإنسان. هنا سيقلب الموازين، إذا قمنا بالتحليل سيظهر أنه ينتصر للذئب بدلا أو على حساب الإنسان، وكأني به يردد قولة الشاعر العربي: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت الإنسان فكيف تؤطره. من موضوعات الواردة كما قلت في هذا القصيد الصمت. الصمت هو انزياح منطقي كما ورد في ريتوريك جينيرال لجروب مي جامعة ليج، تقول أن ضمن الانزياحات المنطقية هناك الصمت. والشاعر ألفريد دوفيني قد وقف عند نظرة الذئب وهو يحتضر أو وهو يتعرض للقتل، فبدأ يصف نظراته وقال بأنه احتشم من الصنيع الفظيع الذي قام به الصيادون، واستحيا من هذا الذئب الذي ضحى بنفسه لتستمر سلالة الذئاب الشرسة. فقد تكلم الذئب رغم صمته، وذلك من خلال نظرته إلى الشاعر وإلى مشهد المحاصرين له وهم الصيادون. إذن هذا الصمت هو إيحائي، يبعث إيحاءات وعميق، يبعث العجائب أيضا. ولنظرة الذئب أيضا أهميتها المركزية في بناء البناء الدلالي للقصيد. إشكالية القصيد: كيف منح الشاعر ألفريد دوفيني كل ما أوتي من حدق شعري وفعالية فنية وجمالية لهذا القصيد الذي يبدو فقط كخرافة حكمية؟ طبعا كما قلت منذ قليل، الشاعر في هذا القصيد تحديدا فضل الذئب على بني الإنسان. طبعا سيثير هذا تساؤلات الفرنسي. طبعا إطار الأحداث غرائبي ومؤثر جدا. في بداية القصيد الذي لم يبدأ به المترجم عبد الرزاق الأصفر، القمر يتوسط الغابة، وشجرة أوى إليها الذئب، والرمل وقد انغرست فيه أظافر الذئب، والعشب قد تلون بدم الضحية المغتال، والصمت المخيف. هذه ترجمة عبد الرزاق الأصفر، وهذا هو النص الأصلي. لولو فيان et s'assiestir de deux jambes dressées, par leurs angles crochus dans le sable enfoncé, et s'est jugé perdu puisqu'il était surpris, sa retraite coupée et tous ses chemins pris,
Alors, il a saisi dans sa gueule brûlante du chemin le plus hardi, la gorge pantelante. Tibdoul, kawafi fi hada nass shi'ri. Ahid Omer, dressé, enfoncé, wa l'afdal surpris, pris, wa brûlante, ma pantelante. Lakin fi nass Abdelzak Asfa, lakin fi kawafi, Ahid Omer. قال المترجم أقبل الذئب وأقعى ناصبا ذراعيه وغارسا مخالبه المعقوفة في الرمل ولما فوجئ بالحصار أدرك أنه هالك لا محالة إلى آخر هذا الذي ورد في نص الترجمة. فيبدو من التركيبة اللغوية لهذه الترجمة أنها لم تستطع الانفكاك من نفية الجملة. كيف ذلك؟ جون بول في بناء اللغة الشعرية قال إن النثر يتأسس على الباراليليزم فونو سيمونتيك التوازي صوتي الدلالي، في حين كلام جون بول دائما في حين أن الشعر يحطم بالقافية أو بالموازنة الصوتية أو بالانزياح التركيبي أو الدلالي يحطم هذا التوازي وهو ما لم تقوى عليه الترجمة. كاقتراح أقول وهذا القول قابل طبعا للنقاش. أقبل الذئب وأقعى ولذراعيه انبساط ومخالبه المعقوفة في الرمل منغرسة بانضباط، أيقن هلاكه منذ أن باغته الحصار فقد أوصدت عليه كل المنافذ ولا سبيل للفرار. عندئذ أحكم بفمه الملتهب حلقوم أشرس الكلاب ولم يفلته من فك الحديد فغمره عذاب. دائما الى اليسار المقاطع الشعريه لألفريد دو فيني من قصيده موت الذئب، ترجمه او نص ترجمه لعبد الرزاق الاصفر واقتراحي. بقي عنصر الاخير هذه التتمه ايضا وتتمة اقتراح. بلاغة ترجمة الشعر. طبعا من يتجشم على الترجمة الأدبية ينبغي أن يحيط خبرا كما قلت ببنية اللغة الشعرية من مقومات وخصائص، أن يستخرج في خلال التحليل قبل الترجمة أشكال انزياح شعري بما فيها الصوتي والتركيبي والدلالي والتداولي والمنطقي إن وجدت طبعا. خلال إنجاز الترجمة المترجم ملزم بالمراوحة بين لغتين. شاحت تحدث في هذه النقطة في كتابه القيم البيان والتبيين، قال بأن في خلال هذه المراوحة الشاعر لا محالة سيضحي بلغة وينحاز إلى اللغة الأخرى. بالنسبة إلي لا أوافق شيخ البلاغة والبلاغيين هذا الرأي، ورأيي أن في خلال المراوحة تتصارع اللغتان المستقبلة والمستقبلة داخل ذهن المترجم، فتنشأ لغة ثالثة هي التي ستتكلف بإعداد لغة الترجمة بشكل نهائي. ما دامت كل لغة تمتلك بلاغتها فيتحتم على المترجم امتلاك سنن بلاغ، ذلك لأن العلاقة في أي عمل ترجمي هي علاقة بلاغة بين بلاغة النص الأصلي وبلاغة النص المستقبل. يلزم أن تحافظ الترجمة على معنى النص الشعري المترجم بكل حمولته البلاغية وسماته الجمالية، فتغدو الترجمة إنجازا بلاغيا يتوسل بأشكال الانزياح الشعري التي عرفها النص الأصلي ويحول ترجمتها إلى لغة ثانية. وعمل المترجم أيضا هو دائما عملية مراوحة بين لغتين، وبعد ذلك تأتي مراوحة من صنف ثاني أي عملية مراوحة بين بلاغتين، و
وبالمراوحة بين البلاغتين، بلاغة النص الأصلي وبلاغة النص المستقبل للترجمة، تقوم الترجمة الأدبية بإعداد بلاغتها الخاصة، بلاغة تخصها وتكفل لنص الترجمة التماسك والانسجام والإبداعية والتأثير في المتلقي. وشكرا لحضراتكم.